مشاهدينا من كل مكان، السلام عليكم. حلقة جديدة من ستات دوت كوم. حلقة النهاردة مش عارفة، هي ممكن تعجب الرجالة أكتر بكتير من الستات، لأن كلامنا النهاردة هيكون عن الدراما كوين، الست النكدية. إزاي الست بتكون نكدية وممكن تكون مش حاسة إنها نكدية ومتسببة في إن البيت كله نكد، وجوزها وولادها وجيرانها بيتهموها إنها فعلا نكدية، بس هي مش نكدية، هي بس مش عارفة تعبر عن اللي جواها فبقت نكدية. كلامنا النهاردة عن الست النكدية، ويا ترى مين السبب في النكد؟ الست فعلا هي اللي نكدية ولا الراجل بيكون سبب في انها تكون نكدية؟ طبعا احنا مش هنرحب بضيوفنا لان هم اصلا بقوا صحاب بيت. اهلا وسهلا بيكي يا مدام ايمان. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي يا خاله نفتالينا. اهلا. ايه رايكم في موضوع حلقة النهاردة؟ ممتاز. مفيش واحدة فينا مش نكدية، كلنا نكديين بالنسبة للرجالة، بالفطرة صح كده؟ يعني الراجل دايما فعلا شايف الست ان هي اساس النكد. ايوه هي نكدية. انت شايفة كده؟ ايوه نكدية. ليه بقى؟ ايوه هقولك. اما يجي لها اول الشهر ويقول لها خدي المصروف ده وروحي جيبي الحاجة من كاني وماني ومن دكان الزلباني، ويقعد كده يقول لك مريح دماغي، وبتقول له بعد كده ان المصروف مش مكفي وتنكد، هي تبقى نكدية. كتر خيره يا عيني عليه، معذور. ما هو يعني المصروف مش مكفي هتعمل ايه؟ لما تقول له تعالى نروح لامي ويقول لها امك ما بتطبخش حلو وامك ما بتعملش مش عارف، ويتكلم على امها كلام عفش، هتنكد يا عيني. ايوه هتنكد. يبقى هي كده ما هي نكديه. نكديه، معذور، الله يكون في عونه. لا هي الست مش نكديه. امال ايه؟ لا الست مش نكديه. اللي بيعمل اللي عايز كل حاجه وطالب كل حاجه لنفسه الراجل، ويرجع بعد كده يقول عليها هي نكديه. يعني الراجل بيكون هو سبب في نكد الست. هو السبب. هو كلمه منه، كلمه منه توزن البيت كله وتوزن الدنيا. يعني هي قاعده برضه زي ما هو في شغله، واذا كان العمل بتاعه شاق او مش شاق، هي برضه في البيت شايله حمل كبير ده جدا. ده اوجات بتبقى جوه البيت وبره البيت. تشتغل جوه وشايله حمل الشباب اللي بره والبنات والدراسه وكل ده، فهي محتاجه منه كلمه طيبه وهو محتاج منها كلمه طيبه. وفي الاخر يجي يقول لها ايه؟ ما تربيتك على العيال. اي خطأ هي اللي بتشيله. رغم ان يعني ربنا قال في الكتاب ايه؟ رب ارحمهما كما ايه؟ ربياني. الاثنين مش واحد. هو بقى بيرمي عليها كل حاجه. صحيح. وفي الاخر يقول لك اصلها نكديه. طب ليه ما تبدلش الكلام بكلام كويس مثلا؟ بدل ما يقول لها هو ده هو اللي عندي، واذا كان عاجبك معلش يعني اصلا ده الكلام المصروف. كويس في التليفون. ايوه في التليفون. طبعا ما دام انتوا خدتوا السكه دي فانا مضطره اني انا هقف في موقف الدفاع عن الرجاله. بمعنى اني هقول انتوا هتاخدوا سكه ان انتوا هتدافعوا عن ستات وتقولوا الستات مش نكديه بطبعها، بس الراجل بيكون السبب. انا مضطره بقى يعني مضطره ان انا اكون الطرف الثاني عشان ابقى محايده واحافظ على حيديه البرنامج. بس في ستات بتكون فعلا يعني مش هقول ان هي نكديه، بس مثلا يعني حد على سبيل المثال ان ست بتستنى جوزها او لما يرجع الحق ضمك، قالت ده اختك عملت، ده العيال مش عارف ايه، ده انا اتخانقت مع الجيران، ده ايه اللي حصل، ده الاكل شط، فهي بتديله جرعه شكاوي او كميه شكاوي رهيبه هو مش قادر يستوعبها. ما هو لسه راجع برده من الحرب. هو هي محتاجه ان هو يسمع. هي طب هي هتقول اليوم هي عايزه هي هتقول لمين؟ ماشي، ما هو لازم برضو تنتقي الوقت المناسب اللي هي هتقول الشكوى بتاعتها. ما هو مش هيقول لك ان انا جيت لي، هو طول الوقت تعبان، هو طول الوقت تعبان مش فايق، لسه راجع من الشغل، اختارت من لسه وقت، صاحي من النوم، لسه واكل، لسه راجع من بره. تعالي بقى وهو تعبان كده التليفون جال، شوفي بقى هيقول زي لك الفل. ايه زي الفل في التليفون، زي الفل ما شاء الله. طيب يعني ليه ما نحاولش ان احنا نقسم الموضوع، ان انا مثلا لو واحده جوزها راجع وهي عندها مجموعه مشاكل زي اي بيت في الدنيا، طب ما تحاولش اللي يعني تقسم وقت او تنتقي الوقت المفروض اللي هي لازم فيه تنقي الوقت وتنقي فعلا. كمان الاهم في المهم، يعني المشكله فعلا الكبيره تتكلم فيها او اللي محتاجه حل هو فوري. الراجل بيعتبرها زنان، هو بيعتبرها عامله زي ايه؟ زي التليفون الموبايل. اما بتظبطيه على وقت بيعمل ايه؟ بيرن، يعمل الله. المشكله ان مجتمعنا بعدها بشويه بخمس دقايق بيرن تاني، يفضل يرن 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 لحد ما تقومي من مكانك وتعملي اللي انت ظبطتيها عليه. لا انت بتتكلمي عن الزن، لا احنا بنتكلم عن ما هو النكد بيجي من المشكله ان مجتمعنا دايما الكلمه دي
الست نكديه، الست اللي بتنكد، الست اللي بتعمل دايما مجتمعنا. والاغاني اللي بيغنوها الستات مجانين، دول مجانين ومش عارفه ايه والكلام اللي بيتقال، انا 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 بنتقد الحاجات دي. دول بيقولوا حاجات حلوه قوي في الستات برضه. لا هم بيعتبروا ان الزني ده نكد، ان انت كده وجعتي لي راسي. بيقول لك الستات رغايين، رغايين يا عايز تتكلم، عايزه حد تتكلم معاه، وخصوصا لو هي ما بتشتغلش. طب انا هقول لك على حاجه، عندك عيل صغير وقعد يبكي، بيبكي ليه؟ عشان نكدي. مش عشان نكدي، عشان محتاج مثلا ياكل. لا والله العظيم احيانا بيعيطوا بدون سبب، بدون مبرر بيعيطوا. بيبقى في حاجه تعباه، مفيش عيل هيبكي كده لوحده. هي الست زي العيل الصغير. دلعتي وطبطبتي عليه، هتاخدي عينيه، هتاخدي احلى ضحكه، ولا هتلاقي زن ولا هتلاقي نكد. صح، الست عامله زي الورده، محتاجه اللي يهتم بيها ويراعيها. صح. والراجل برضك، والراجل برضك، ما انت ما جيتيش تقولي تفتح التلفزيون تقولي شوفي الحريم عامله ازاي، شوفي دي مسويه. يعني هو كل ما مدها يعني اهتمام وحب، كل ما هي هتدي اكتر، هي هتدي له اكتر. ما يبقاش يقول لها انت لابسه كده ليه وعامله كده، وانت لبسك يشرب من عليه الكتكوت. يعني ايه يشرب من عليه الكتكوت؟ يعني مبهدل كده وبتاع، وتطلب منها انت ريحتك بصل، ريحتك توم، ريحتك مش عارف، وانت لبسك جاي بعرجه. الله جميل، بحب الجمال. لا انا طبعا لازم اما اهتم بمظهري جوه البيت وبره البيت، هو كمان لازم زي ما بيهتم بمظهره بره البيت، هو بيشوف شبهها ان هي اللي مش بتهتم. لازم هو كمان لا يهتم، الاهتمام بالريحه، بالشكل، بالمنظر العام. اه طبعا. لا هو كم راجل بيعمل كل عيوب الست، ما بيشوفش عيوب نفسه. 2 من 10 بيعملوا كده، خلينا واضحين. يعني هو ده اللي بيحصل. طب ما يمكن لغه الحوار علشان خاطر ما بقتش موجوده، يعني ممكن علشان خاطر الست ما بتحاولش ان هي توصل له وجهه نظرها بطريقه لطيفه، ممكن علشان كده هو بيشوفها نكديه. وليه هو ما يحتويهاش؟ امال هو مخلوق ليه؟ احنا مخلوقين من ضلع ادم. صحيح. من تحت ضلعه، مش هو اللي من تحت ضلعنا، يعني هو اللي يضمنا تحت جناحه. صحيح. طيب خلينا ناخد اتصال تليفوني. ام ياسين، الو. الو الو ايوه ام ياسين، ازيك؟ الو ايوه، احنا سامعينك على فكره، انت معانا. ازاي حضرتك؟ ازيك يا ام ياسين؟ الله يخليكي. بصراحه الرجاله هي اللي نكديه. يعني انا جوزي بيجي من الشغل بيخش الاوضه ويقفل على نفسه، ولا في حد في البيت، ولا كان في حد في البيت. لما اساله انت ليه قاعد بتقعد لوحدك في الاوضه، يقول لي انت مالك، ويقعد يشتم والحاجات دي. فانا عايزه اعرف ايه حل الموضوع ده. يعني انا لما اتكلم معانا كده عليا، انا نفسي اعرف ايه حل الموضوع. انت عندك كام سنه يا ام ياسين؟ انا عندي 27 وعندي 3 اولاد. ده انت صغيره جدا، يعني سنك صغير جدا، واكيد هو برضه في نفس السن. لا هو عنده 40. عنده كام؟ عنده 40. 40 سنه. اقفل لي باب الاوضه وسيبيه واخرج. طب انا هسالك سؤال، في مشاكل يمكن في مشاكل ماديه مثلا يا ام ياسين مخليه مأثره على تفكيره؟ لا 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 لا، يعني احنا عشتنا الحمد لله يعني في المتوسط. بس هو اناني، بيحب نفسه، على طول نكد في البيت وعلى طول ثبتين، وما فيش احترام. لا حول ولا قوه الا بالله. طب انت ما حاولتيش تتناقشي معاه وتقولي له ايه السبب اللي مخليك متعصب علينا على طول او مزعلك، وتحاولي تشوفي السبب؟ النت هو المشاكل في اللي احنا فيها دي، النت هي المشاكل. الانترنت طول ما النت موجود في مشاكل على طول. صح صح. بيعمل مشاكل كتيره في البيت. صح، النت بيعمل مشاكل. قصدك على الطاوله وبيشوف كل حاجه في البيت عكس اللي شافها. صحيح. في النت. طب يمكن قصدك مثلا ان هو مثلا على السوشيال ميديا ليه علاقات مثلا على السوشيال ميديا، او بيعمل شاتنج معاها كتير؟ وتعبت معاه والله العظيم كتير قوي. يعني انت بتشتكي برضو من وجود خيانه زوجيه؟ كتير قوي. فمش عارفه ايه الحل. يعني انا جربت ان انا انفصل، بس ولادي هيبهدلوا. قولوا لي ايه الحل. لا لا، اصبري اصبري شويه وادعي له بالهدايه. بصي يعني حاولي تعملي لغه حوار بينك وبينه. شكرا. انت معانا يا ياسين؟ شكرا يا ياسين، هنرد عليكي على فكره. يعني خلينا فاكرين عشان الو جمال. الو السلام عليكم. وعليكم الصلاه والبركات استاذ جمال، ازيك؟ ازيك يا استاذ؟ الله يخليك، الحمد لله. على فكره ان انا يعني بتشرف بحضرتك وبالضيوف بتوعك. الله يخليك يا استاذ جمال، انت اللي مشرفني. على فكره الست، على فكره انت بتقولي الست نكديه، انا ما بقولوش الست نكديه ولا حاجه، بس هو على فكره الست فعلا هي اللي ممكن تمتص الراجل وتمتص غضب ايا كان. وعلى فكره انا راجل والرجاله كلها سواسيه،
ان كان طبيب او متعلم او فلاح كله شخصيه واحده. على فكره انا بشبه الراجل، وانا راجل من ضمن الرجال، انا بشبه الراجل كالطفل. الواحده عندها استعداد تمتص غضبه باي طريقه. صحيح. مش الراجل اللي يمتص غضب الواحده، المفروض الواحده اللي تمتص غضب الراجل. صحيح. على قد ما بتقدر برضو، لان هي برضو نفس بشريه واكيد ليها طاقه. يعني ما هو انا مش هفضل امرها واضغط عليها ان هي تمتص غضب تمتص غضب وهي ما عندهاش القدره على ده. هتيجي في وقتها يعني. شكرا لاتصالك يا جمال. مقابل مقابل ان لكده يعني انا المفروض طول الوقت الحلوه اللي بمتص غضبك وغضب امك وغضب اختك وغضب كل العيله. طب خلينا طب نتكلم في مواسين عشان الست سالتكم. يعني ست مواسين بتقول ان جوزها على طول قاعد ماسك النت فاتحه 24 ساعة وعنده علاقات فين اهله واهلها؟ لا قبل ما، لا انا ضد ان احنا ندخل الاهل قبل ما نشوف ايه ممكن اللي يخليني اجذب جوزي تاني ليا بطريقة. هي واضح انها حاولت، هو ما دام في حاجة شداه بعيد عنها مش هيشوفها. لو عملت ايه؟ هي تحاول تعمل محاولات برضو. لو عملت ما دام أيوة في حاجه في دماغه وفي حاجه لوك كده في نفسها كده ولا حاجه. يعني انا شايفه من وجهه نظري طبعا المتواضع جدا ان هي اولا تحاول ان هي تتجاهله وتهتم بنفسها جدا جدا وبيتها وبولادها، وتهتم بمظهرها الخارجي، وتخلي زي ما تقول كده يعني بص يا مياسين ما تخليش على حالتك غبار في انك تهتمي بنفسك وبيتك وبولادك. تجاهلي ما تفضليش بقى تفتشي وراه وتفتحي تليفونه ومش عارف ايه، لان هو هيقول في الاول وفي الاخر اه انت بصي دي بتنكد عليا دي بتفتش ورايا. ما تفتشيش اصلا، حرمانيه انك تفتشي اصلا. ولو عرفت حاجه تحاول ما تقولهالوش، لو عرفت حاجه ما تواجهوش بيها. مش موضوع يعني ما هتواجهه ما بايه يعني. هتعمل ايه؟ ما هي نفسيتها بتتعب، ما هي تعبانه برضو يعني. ما هتاثر على بالك برضو يعني. عندها 27 سنه، فممكن 27 سنه ده ما عندهاش خبره كبيره ان هي تتعامل، حتى لو عندها 3 ولاد. هتاثر على بيت ولادها، ما همسرها هتغلط في ابوهم قدام عيال، او هتضغط على نفسها لدرجه ان هي تتعصب على الولاد. طب احنا عايزين نقول لها تجاهلي تماما قصه النت دي، واعرفي ان هي بتبقى علاقات عابره، واعرفي انك انت لو اهتميتي ببيتك وبولادك وهتحاولتي ان انت الاسره دي تحافظي عليها وعلى تماسكها وما تنكديش وما تنكديش عليه. ماشي ناخد بطه بقى. الو. الو. ايوه يا بطه مساء الخير. بصي انا متجوزه دلوقتي ومعايا طفلين، وجوزي بعيد عني بيجي كل اسبوع وبيجي ما بيتكلمش معايا اي حاجه، بيعمل مشاكل على طول. يعني هو بيجي ما بيكلمش معاكي، بيجي من الشغل وبيسكت صح كده؟ بيجي مره في الاسبوع، بيجي كل اسبوع. يعني انا لو انا عايزه اتكلم في حاجه يتكلم على قد السؤال وشكرا على كده. انت فرق السن ما بينك وما بينه قد ايه يا بطه؟ لا فرق السنك بينك وبين جوزك قد ايه؟ انا عندي 30 سنه وهو عنده 42. تمام، يعني فرق مش كبير قوي عادي. لا مش 12 سنه. مش كبير حاجه يعني. طب ما شفتيش دماغه مشغوله في حاجه؟ ايه اللي شاغل دماغه؟ طب ما شفتيش دماغه فعلا على راي خالة ممكن تكون مشغول بحاجه، مشغول بحد، مشاكل ماديه، مشاكل في الشغل مثلا؟ حاول تتكلمي معاه، حاول تتكلمي معاه. بس انا على قد ما اقدر، بس يعني العيال تعبيني ومش عارفه اعمل ايه اكتر من كده. ما هي العيال تعبينك، ما هي دي الرباية، ما هي دي العموم. كتير كتير يعني في اختلاف بيني وبينه، واختارتها غضبانه في بيت اهلي. وليه تغضبي في بيت اهلك؟ ما تغضبي في بيت، بتغضبي في بيت اهلك ليه يا بطه؟ طب انت ليه يعني ما بتحاوليش ان انت تتناقشي معاه ليه وتقولي له ايه سبب زعلك مني وتبقي زعلانه بس جوه بيتك، ما تروحيش عند بيت اهلك؟ مش عارفه يعني بيت هو انا خدت على الحب، انا حبينا بعض واتجوز، بعد الخطبه بعد ما خلفت وانا حسيت ان انا مش عايزه اعيش معاه وزهقانه، بس اهلي يقولوا لي ما عشان خاطر الولاد مش خاطر الولاد. طب ممكن ده يكون ده اكتئاب ما بعد الولاده؟ تقرب من ربنا. لا تقرب من ربنا شويه. شكايه بكايه. شكرا. انا بصلي الحمد لله وقت بوقت والحمد لله. قربي من ربنا على قد ما تقدري، وحاولي بلاش تشتكي لاهلك كل شويه. شكرا لاتصالك يا بطه، هنرد عليكي. تابعينا ام احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا يا ام احمد، ازيك؟ الله يسلمك، عامله ايه حضرتك؟ الله يخليكي، احنا بنتكلم عن الست النكديه النهارده، ايه رايك في الكلام ده؟ لا 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 لا، النكديه مين؟ ده هو الراجل النكدي. طيب دي وجهه نظر. نكد عليكي في ايه؟ ده انتوا واخدين فكره عن الستات اللي هم، لا ده بالعكس بالعكس. احنا عايزين نغير وجهه النظر، احنا مش واخدين فكره، احنا عايزين النهارده نتكلم، هل فعلا الست هي السبب في النكد ولا الراجل؟ ما هو ساعات هو الراجل وساعات الست، بس غالبا هو بيبقى الراجل. سليمان عمل فيك ايه؟
الراجل هو اللي نكد مش الست. حبت عيني عليكي، شكلك قوي. الرسول عليه الصلاة والسلام قال استوصوا بالنساء خيرا. صحيح. أنا عجباني الست اللي قاعدة دي. انت بتشتكي من 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 ان مثلا انت اتعرضتي انك انت دخلتي وغصب عنك في مشاكل فبقيتي انت نكدايه مثلا يا ام احمد؟ بصي اسمعينا من التليفون بلاش التلفزيون. لا 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 والله مش نكدايه، انا اي حاجه بترضيني. طب راضيه ذمتك اخر مره نكدتي عليه امتى؟ بتهيألي ما فيش والله، هو دايما بيكون غالبا هو على طول. هو اللي بينكد على طول. طب احنا هو اللي غلطان وسايب لك التليفون دلوقتي. طب احنا ما نحاولش ان احنا نرمي الكوره في ملعبنا شويه ونقول يمكن هو نايم جوه ممكن يكون سامعني. انت تقدر تتكلم وهو صاحي كده والله. طب خدي بالك بقى لا يكون سامعك ومراقبك. شكرا يا عارفه موضوع التليفونات والنت والكلام ده كله هو ده هو ده الابتلاء الكبير. هو ده يعني انت عايزه تقولي ان هو مندمج في العلاقات على السوشيال ميديا، او ان هو حتى لو مفيش علاقات بس هو السوشيال ميديا سرقاه من البيت، صح كده؟ طيب شكرا اتصالك يا ام احمد، هنرد عليكي. نوره. ايوه يا نوره ازيك؟ انت معانا؟ الحمد لله. طيب نوره حاولي تكلمينا مره تانية، شكرا لاتصالك. نرجع كلامنا تاني لبطه. بطه كانت بتقول ان حاجه مؤسفه جدا ان يبقى ناس في السن ده 30 سنه و40 سنه، يعني في عز الشباب، في عز المفروض ناس بتستمتع فعلا بحياتها وبيبقى عندهم المفروض قوه وصلابه ان هو يكونوا اسره ويعملوا فلوس ويعملوا بيت قوي، صح كده؟ تمام. ويربوا عيال وفي نفس الوقت العلاقه الاسريه ما بينهم ضايعه بالشكل ده. هم لو عايزين يبقوا سعداء هيبقوا سعداء. لو بشربه ميه. بايه بقى هيبقوا سعداء؟ يعني هم بايه هيبقوا سعداء؟ ان هي لو هي ما لقتش حل في لغه حوار في كلام بينها وبينه، تحاول بقى ان هي على قد ما تقدر ذكر الله في البيت وحفظ القران او تشغيل القران في البيت والتزامها في الصلاه، وبجانب الحاجات دي كلها كلمه طيبه والحاجات دي هيرجع وهيفضل بيته وهيفضل ولاده وهيرجع بس هي تقرب من ربنا. فعلا احنا ديننا ما سابش حاجه لما اتكلم فيه، هي تقرب من ربنا. لو قربت من ربنا هترجع البيت جنه. هو الدين معامله، هتخلي البيت جنه. الدين معامله، ما هي بقى تعامله بقى كويس يعني قبل ما تاخد منه السيئه بالحسنه والصوم وتخلق علينا او في اي دين من الاديان نزل. الدين معامله صحيح. القران والصلاه والصوم ده اخر حاجه نزلت بعد المعامله، حتى قالوا ان الرسول خلقه خلق القران صحيح، يعني قالوا الاخلاق وحتى التربيه في التعليم يقول لك التربيه والتعليم بدوا التربيه الاول في كل الكلام، حتى بتاع الكتب الدينيه هتلاقي بيتكلموا عن الاخلاق، ما بيتكلموش عن عن الفروض، بيتكلموا عن اخلاقك كويسه. وبعدين الواحد بيبقى فيه عنده هدوء نفسي لما بيكون مثلا قريب من ربنا، بيبقى العصبيه تهالي وهي هتهدى. هي هتهدى، هي لو قربت من ربنا هي هتهدى. يجي دور بقى الاهل، لكن ما تمنعش بقى من البيت بقى، ما تمنع وتخلي العيال وتؤمر ولادها برضو ان هم يصلوا. ان الضغوط الحياتيه الولاد المدارس احنا دلوقتي والناحيه الماديه اصبحت في بيوت كتير عامله مشاكل، والتعليم نفسه مختلف. يعني احنا زمان اعتقد ما كانتش فيه صعوبه في التعليم زي النهارده. لا ما كانش فيه، صح؟ حتى المواد الدراسيه نظرتنا للتعليم. انا ما اولادي ما يدخلوش مدرسه حكومي، ده ابن عمتهم دخل مش عارفه مدرسه ايه في الخاص، ودي ما دي كلها ضغوط. صحيح، ما كل دي ضغوط، هو بينحت في الحجر عشان يدخله لك زي ابن عمتك. بس احنا هي الست بتقول لك لا احنا ما عندناش اي مشاكل ماديه واحنا علاقتنا سيئه بسبب النت وبسبب السوشيال ميديا وبسبب انه العلاقات. هو الحل ان هو الكلام يتبدل بكلام زين بدل الكلام العفش. بدل ما يقول لها لا ما تروحيش عند امك، معلش اصلا انا النهارده تعبان، نفسي كان نفسي اقعد مع امك دي حبيبتي. انت بتقولي للراجل، للراجل وللست، ولما تشتكي له من حاجه يمتص غضبها، يعني حتى لو هيفهمها جزئيه هي مش صح فيها دلوقتي. أنا بعدين بينها وبينه. لا انا وبعدين لما يتقدموا في لما مثلا يكونوا في سن مثلا الاربعينات بقى والدنيا بدات تتقدم بيهم، ما يهينهاش قدام حد، ما يزعقلهاش قدام حد. لازم يحترمها ولازم يكبرها في مصلحته هو. الراجل المفروض يمتص غضب الست كمان. ليه؟ انت لو قاعده دلوقتي هنا ولعت هنا حته نار،
هتطفيهي ولا تخليها تطفي لوحدها؟ لا اكيد هطفيها. ولو سبتيها تطفي لوحدها هيحصل ايه؟ لا هتزيد. هتزيد، هتاكل الحلو والوحش في المكان. انا عندي قناعه ان مثلا اللي دايما اللي عنده المشكله لا مش هو اللي يعني مثلا انا جوزي نكدي وانا شايفه ده وشايف ان هو سبب في المشاكل، تخيل المفروض اللي يحل المشكله مش هو، مش هو مشكلتهم هما الاثنين. لا المفروض هي الطرف العادي السليم هو اللي يحل المشكله دي. دي وجهه نظري. المشكله بتقوم على واحد ولا على اثنين؟ ما انا دلوقتي حل المشكله علشان انا بقف قدام المرايه واتخانق مع حالي. لا هي تقصد ان 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 هي شايفه ان هو عنده خلل، والخلل ده بالزبط. مفيش امل ان هو ان هو ان هو ينفع. احاول ان انا احاول ان هي الخلل ده بالصبر بقى، بالصبر بقى، وتحاول ان هي ما تصلحش بقى، تحاول تمشي يعني ايه. صحيح إيه مظبوط. على عيبه بقى يعني. صحيح. اتماشى على عيبه. اخد جهاد معايا. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا جهاد؟ انا جهاد من الصومالية. منوراني، بس انا هطلب منك طلب، لو سمحتي اقفلي التلفزيون او وطيه واسمعيني من التليفون. تمام يا فندم. انا كنت عايز اشترك مع حضرتك في البرنامج، بس حابه اقول ان النكد اصلا بيجي من خصوصا يعني ان الست هي اللي بتزرعه بجد والله. يعني حتى في مجمل الكلام اللي حضراتكم بتقولوه انا سمعته كله من اوله لاخره، انا شايفه ان برضو ان الست هي اساس كل حاجه. يعني الراجل مهما كان برضو مهما كان عامل يعني بنتعامل معاه على انه طفل صغير، كل ما تعوزي حاجه ما فيش حاجه بتيجي بالخناق وبالزعيق والكلام ده كله. لما تكوني حابه ان انت تطلبي منه طلب او مثلا عايزه منه حاجه، كفايه عليك ان انت مثلا تاخديه بالسياسه ماشي، او تسيبي الوقت اللي هو مثلا متضايق فيه او مخنوق فيه وتطلبي منه وهو في حاله هدوء وعقله مثلا ما فيهوش اي تفكير، بحيث ان هو يقدر يرد عليك الرد اللي انت حباه. مش تيجي وقت ما هو يكون مضغوط تيجي مثلا تطلبي منه حاجه غصب عنه هيرد عليك رد مش هيعجبك. ما هو كلامك منطقي، بس مش كل الناس بتعرف تتعامل بالطريقه دي، ومش كل الرجاله بيبقى عندهم برضو البال. بالظبط، يعني مش عندهم مثلا القدره ان هم يستحملوا اي شكوى يسمعوها او اي طلب زياده. لا خلاص انا دي مقدرتي وخلاص، مش هقدر اعمل اكتر من كده. تمام، بس برضو مش كل راجل بيتقبل السياسه. ايا كان ايا كان برضو هي الحمل الاكبر عليها، لان هي اساس المجتمع، هي اساس البيت، هي اساس الحياه، هي اساس الدنيا دي كلها. اللي الاطفال اصلا هيطلعوا يلاقوه في البيت هو من الست نفسه مش من الراجل، لان تلات ارباع الوقت او معظم الوقت الست الراجل ما بقاش قاعد في البيت، لان الام هي بتعتبر الاب والام والكيان اللي الطفل بيطلع اول حاجه يبص له هو امه. كلامك مظبوط، كلامك مظبوط. هي فلما محتاجه بقى بعد التعب ده تيجي تلاقي بقى الكلمه الحلوه، زي ما هو مستني برضو منها النظره الحلوه والكلمه الحلوه بعد تعب اليوم، هي مستنيه الكلمه دي منه. طبعا ما هي العلاقه لو ما كانش فيها تبادل ما هو خلاص هتموت. بيجي من هنا، هي مستنيه هي الست زي الوردة. الكلمه زي الورده، تسقيها هتشم ريحه حلوه. شكرا لاتصالك يا جهاد. هناخد انا عبد الله اشترك معانا. عبد الله. الو. ايوه مساء الخير. منورين. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. منورين كلكم والله. الله يخليك يا استاذ عبد الله. الله يكرمك. عجبك موضوع حلقتنا النهارده؟ احنا بنتكلم إيه؟ على الست النجاريه. على خناقه. ما انا فاهم. طلع عندك. على الصوت. على الصوت. الست دي اسمها نور في البيت. مصاريع البيت هم الستات. الو. الله يعزك يا استاذ عبد الله، كمل احنا بنسمع. بس عايزين نقطع. بس هم عندهم عيب قاتل. ايوه اللي هو ده العيب القاتل. الراجل جاي من بره من شغله محمل انابيب. ايوه هي المفروض تطفي الانابيب دي. تمام. انت فاهمه؟ هم مصابيح البيوت مفيش غنى عنهم. هي المصباح وانت الكهرباء اللي بتنور المصباح. وهم يشكروا، انت فاهمه؟ وهم عندهم حفظ برضه الاولاد والتربيه والكلام ده كله. تمام. بس هم المفروض يراعوا الشعور اللي جاي من بره ده. الحاله اليوميه النهارده يا مدام، انت خد بالك بقت العيشه صعبه، عايزين نتفق فيها. العيشه اليوميه النهارده بقت صعبه. انا متفقه مع كلامك. هو اللي طلع شعور. انا متفقه معاك. وقرا ما عندوش شعور. في ست فاهمه الكلام ده، انت فاهمه الكلام ده. طيب انا هسالك سؤال. لو انت دلوقتي في وقت راحتك وفي وقت اللي هو مثلا نقول يوم جمعه اللي هو شارب شايك وفطران والحياه تمام، وجت مراتك قالت لك مثلا انا بصراحه يعني ناقصني كذا في البيت وعايزه فلوس وبتاع، او قالت لك على مشكله كبيره مضايقاك، هل انت هتتقبل انك تتكلم معاه ولا هتتعصب وتقول يا ست ده يوم اجازتي الوحيد نكدتي عليا؟ تعمل ايه؟ تفهميني تختار الوقت المناسب. هو في وقت اكتر من الجمعه؟ ما بقول لك الجمعه وانت شارب الشاي، نعمل ايه تاني؟ ما
ما انا بقول لك بص تختار الوقت المناسب. ايوه انا عرفت الوقت المناسب فين وانت في الحلم. علي مصاريف اسبوع، علي مصاريف مدارس. في الاحلام يا ابو نايم. انتوا حاملين كله على الراجل كله ليه؟ يعني انا يعني انا عايز اسالك سؤال وقول لي اه او لا. لو الوقت المناسب مراتك كلمتك فيه على مشكله مش هتتعصب عليها وتقول لها لا وتقفل الباب وتنزل وتسيبها وتمشي؟ لما تختار الوقت المناسب وانا هادي. بصي بصي انت النهارده حاضر، انا شغلي النهارده مش عارف تاخد مني حاجه، انت شغلك مش عارف تاخد منك حاجه. اي تصادم عارفين شغلنا يعملوها هتوصل لها. دي مشكله كبيره طبعا. طب انت شايف ايه الوقت المناسب؟ صح كده. لكن هي النهارده، لكن هي النهارده لما تبقى ست متفاهمه تختار الوقت المناسب انت مش هتعرف تكلم الراجل بتاعها تاخد منه اللي هي عايزاه. هو ما عندوش وقت مناسب. الراجل طفل صغير. طيب يعني انت ما انا رد عليا بقى يا استاذ عبد الله، يعني احنا لو يعني لو المدام كلمتك في الوقت المناسب هترد عليها؟ ايوه هرد عليها. طيب ماشي. هتحل المشكله؟ ايوه. وخلي بالك على فكره. ايوه. والراي وخلي بالك واي راجل طفل مع مرته. صحيح. طفل صغير مع مرته وممكن خيارك يكون فرد متوحش لو هي ما اختارتش الوقت المناسب. انت بتقول لمراتك بقى كلام حلو يا استاذ عبد الله وفي الوقت المناسب؟ انا مش متعلم على فكره. ملهاش علاقه بالتعليم على فكره. ايوه ملهاش علاقه بالتعليم ابدا، هي ليها علاقه. ده يعني بتقول لها صباح الخير يا بطل. ايوه بتدلع مراتك يعني، بتعملها معامله كويسه في الوقت المناسب، يعني بتنتقي الالفاظ اللي ممكن تكلمها حتى لو انتم متضايقين مع بعض. لازم تختار الوقت المناسب برضه، انا برضه فاهمها على كده، بقول لها في وقت معين ولا جاي. هي الكلمه الحلوه فيها وقت مناسب يا ابن الحلال. احنا بنتكلمش، احنا بنتكلم ان الطرف الثاني بقى، هل انت بتدلعها او بتعملها المعامله اللي تخليها هي كمان تحاول انها تنقي الوقت المناسب اللي تكلمك فيه؟ ايوه. ايوه؟ تأكد؟ ايوه والله بامان. لا انت خدتي بالك انت من ايوه؟ ايوه هو مالوش مزاج يقولها اصلا. هو مالوش مزاج استاذ عبد الله يقولها خالص. شكرا استاذ عبد الله. ناخد مواد معانا. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. مع حضرتك مهاب حلم من الجيزه. اهلا وسهلا استاذ مهاب، مع حضرتك اتفضل. بص يا مدام، كلام بمعنى اصح الست دي اجمل شيء على الوجود كله. الله يكرمك. انا بخاف من البدايه متشكرين قوي. صعبه. وبالنسبه ان حته الست النكديه دي، مفيش ست نكديه الا عن طريق الزوج. ايوه صح. اذا كان انا زوجك بنت في طلبات بيتها، في طلباتها هي، في طلبات اولادها، الراجل بيزعل لما الست تقول له اديني، امال لو هو ما ادهاش هتبقى مين اللي هيديها؟ صحيح. ما كانش هو يصرف على الست بس على حسب امكانياته برضه، ما في ست بتبقى طلباتها كتيره برضه. انت متجوز يا مهاب؟ متجوز بقالي 10 سنين. اسم الله عليك. معايا رضوى في ثانيه ابتدائي. ما شاء الله ربنا يخلي. اخر مره قلت كلمه حلوه لمراتك امتى؟ اخر مره لسه إيه؟ من ثواني وما اقدرش ازعلها. من ثواني عشان قبل ما اتكلمنا. صح كده. لا بجد. ربنا يخليكم لبعض ويديم الود والمحبه يا رب. شوف الكلمه الحلوه اللي اتصلك من نفسي ازاي. صحيح. كلمه بسيطه. صحيح. طبطبه. اسمع وامدح. وعايزه اقول لك على حاجه كمان، في ناس دلوقتي مقوله منتشره قوي على النت اسمها ايه، الاهتمام ما بيطلبش. لا الاهتمام انا شايفه انه بيطلب عادي. لا ده قولي لجوزك كلمني كلام حلو، ايه المشكله يعني؟ اما بقول لك اسمع وامدح. صح. يعني اسمع منها وامدحها. هتخسر، هتدفع فلوس. صحيح. تاخد اتصال ابو سلوى. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. احنا سامعينك، اتفضل. انا وجهه نظري مختلفه خالص بقى عن اللي انتوا بتقولوا ده كله. طب ايه اللي هي؟ انا شايف ان مفيش حاجه اسمها ولا زوجه نجديه ولا زوج نجدي. امال ايه وجهه نظرك؟ هو في طرفين مش عارفين يتواصلوا مع بعضيهم، فبتكون النتيجه اللي احنا بنشوفها، المشاكل اللي احنا بنقابلها دي. انا شايف ان الزوجه زي البذره والراجل زي الفاس، تزرع البذره صح والزوج يعرف يسقيها صح ويعرف ان هو يرعاها صح، تسقيها بايه بقى؟ كلها صح ونحصد صح. تسقيها بايه؟ غلط هنحصد غلط. انت سامع السؤال؟ هتقولك هتسقيها بايه؟ زرع وحركه. هنسقيها بالكلام الكويس، بالمعامله الطيبه. سمعت انا اخ قبل بيتكلم بيقول لو الوقت مش مناسب، طب ما هو ممكن الوقت اللي مش مناسب بالنسبه لي ده مش مناسب، ممكن يكون في مشكله معينه في البيت عندي، في مشكله كبيره، عشان الوقت مش مناسب ما احلش المشكله. بالظبط. لا لازم اتقبل الطرف الاخر ولازم اقعد اسمعه واشوف المشكله بتحصل فين واحلها.
مش كلامك مظبوط يا مسيب. هو ده اللي بنقول ان الكلمه، ان الكلمه بتحل دي بتحل جبال مش بتحل مشاكل. صحيح. انت متجوز يا ابو سلوى؟ انت صح متجوز مع ابو سلوى. مع سلوى صحيح. ربنا يخلي معاك سلوى بس. اه سلوى بس الحمد لله. ربنا يخليها لك. ربنا يخلي لي على ام سلوى. يا رب الله يخليك. كلامك جميل يا ابو سلوى. شكرا اتصالك. شكرا لو سلوى. لو كل الرجال ابو سلوى. ما هي وجهه نظره سليمه. ابو ليلى. وجهه نظره سليمه بس في حاجه بقى، في فعلا راجل زي ما احنا كنا بنتكلم شويه ما عندوش حته الرومانسيه دي. الرومانسيه بالنسبه له لا، هو ما يعرفش يعبر. في رجاله ما بتعرفش تعبر. لا لا، فاكره اللي هي هات لي ورد يا ابراهيم، وهو كان دماغه طب هنعمل ايه بالورد؟ طب ما اجيب اجيب كباب احسن. في فعلا في ناس شايفه ان هي اهتمامها بالبيت هو ده قمه الرومانسيه. هو في رجاله، في رجاله بتقدم الحاجه بيبقى رومانسيه كله حتى لو اكل، يعني بيبقى كله حاجات حلوه جواه بس هو مش بيعرف يعبر. بلاش الورد، انا عارف انها بتحب اكله معينه ما قدرتش اكلها الا ما تدوقيها. حلوه دي عجبتني. ناخد محمد من الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا بيكم، عاملين ايه؟ ازيك انت يا محمد، اخبارك ايه؟ نحمد الله بخير. احنا كويسين. هو بنتكلم عن الست النكديه، اكيد الموضوع عجبك. الموضوع جميل جدا. طيب ماشي. لو في الست النكديه مش مشكله نتجوز تاني. لكن الراجل مش نكدي صح؟ بقول لك لو الست النكديه نتجوز تاني. ده انت كده مش هتبقى نكدي؟ لا يا استاذ محمد، انت داخل شمال كده ليه؟ الموضوع ده بصراحه موضوع كويس جدا. بس هو انا رايي يعني ان مفيش حاجه اسمها ست نكديه وراجل نكدي. هو الموضوع بيجي بس ان برضه عدم تفاهم من الطرفين مش اكتر يعني. بس هي الحمد لله يعني انا متجوز واحده هو مش مصريه، اردنيه. بس الحمد لله مريحاني جدا 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 ومش نكديه خالص. لا بقى انا هزعل يعني. يعني انت قصدك تقول ان الست المصريه بالذات اتفضل مالهاش دعوه بمصريه اردنيه؟ رد عليه. الست واحده في كل حته. الست واحده، الستات كلها عموما واحد. هم يعتبروا اطفال زي ما كان في حد لسه اخ بيتصل يقول ان الراجل طفل وهي هم برضه اطفال. ايوه طبعا. هم بالمشايسه وبالمعامله الكويسه وبالمعامله المحترمه هتبقى كويسه معاك وهتحترمك وتبقى زي الفل. حتى هتعملها وحش طبيعي طبعا هتبقى نكديه وتبقى وحشه وتنكد عليك البيت. مراتك حلوه يا استاذ محمد؟ نعم. مراتك حلوه؟ اصل انا حاسه ان حضرتك نفسك مفتوحه قوي كده. انت حلو. لا 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 والله هي بجد فعلا هي مريحاني جدا وانا بحترمها جدا وبحبها جدا. ربنا يخليكم لبعض ويديم الود يا رب يا استاذ محمد. احنا طبعا مبسوطين جدا بصالك ومبسوطين ان في ناس بتتكلم بايجابيه كده. تاخد صبري بقى. الو يا صبري. كلهم رجاله كده الحريم راح. انا خايفه النهارده احنا الحلقه دي للرجاله. السلام عليكم. ايوه يا صبري. وعليكم السلام. صبري اخره صبري. السلام عليكم. وعليكم السلام يا صبري، اتفضل انت معانا على الهواء. اهلا بيك، ازيك؟ الله يخليك يا مدام، الله يخليك. الله يخليك. والله خلي بالك سبب المشاكل اللي بتبقى في البيت دي هي كلها من الحريم. اظهر اظهر وبان عليك الامان. والله كلها من الحريم. ما ينفعش كده يا استاذ صبري. لا يا استاذ صبري. انا يعني بامان. لا لا مش معنى استاذ. سمعني سمعني. ليه؟ طب قول احنا نرد عليك. كان معنا رجال. عملت فيك ايه؟ بص قدامي خد حاجه وضعيه. يعني اي مشكله في البيت هي بتحاربها على طول معروف. ايه؟ اول واحد مثلا ايه بيقول ايه؟ انا بشتكي. بشتكي. احنا سامعينك بس حاول توضح الصوت يا استاذ صبري. شكلك ان صبرك نفد. يا الله شكرا لاتصالك يا صبري، حاول تكلمنا تاني ضروري. معنا احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا احمد؟ عامل ايه يا دكتور؟ الله يخليك يا رب، تسلم. بالنسبه لاخت الزوجه، انا معايا زوجه. الو معاك يا استاذ احمد. والله اتكلم. الزوجه دي لسبع سنين معايا. الزوجه دي لسبع سنين. سبع سنين عاملين ازاي؟ سبع سنين عجاف ولا ايه؟ ولا نكد ولا ايه؟ بقول لها اصلي، بقول لها اصلي مش بتصلي، مش سب دين كبير. سب دين كبير. بتمد ايدها يا استاذ؟ بتمد ايدها؟ ها؟ ده انا نكديه بصراحه، يعني نكديه. واضح يا حبه عين امك، ما انت شايل العيال. اه معايا اطفال. هو اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ يا استاذ احمد، هي طب هي طب هي بتسب الدين، ما حاولتش تمنعها كده او تكلمها بالحسنى كده؟ انا حافظ القران، انا حافظ القران. انت حافظ القران وهي بتسب الدين؟ بتمد ايدها يا استاذ احمد؟ بتمد ايدها لما بتيجي تسب بالدين؟ بظهر ايدها كده بتمد ايدها؟ ها؟
يا استاذ احمد بتسيب الدين والعيال اطفال بتسيب الدين. لا بقول لحضرتك لما بتسيب انا نفسي دلوقتي هسيب الدين لو ما جفتش. يا استاذ احمد استاهل اللي بتقوله ده يعني ايه تسيب الدين؟ يا استاذ احمد تسيب الدين ده يا استاذ احمد هي شكرا يا استاذ احمد للاتصالك. لا ده الموضوع كبير يا جماعه انتوا بتهزروا بس الموضوع كبير يعني كيف يسمح ان مرته تسيب الدين عليه؟ لا يعني طب انا عايز اسالك سؤال مش هتعرف تجاوب طبعا. يا ترى ايه اللي بيوصلها انها تسيب توسطها؟ كفرت يا ابن الحلال. لا اله الا الله. يعني ايه اللي وصلها للمرحله دي؟ يعني خلينا نكون يعني برضو منصفين. لا ممكن بس هو ما ردش على سؤالي. اكيد بتمد ايدها. بتمد ايدها بتضربه يعني؟ لا مش معقول كده. يعني ممكن يكون فعلا هو انت عصبتها قوي يا استاذ احمد لدرجه ان هي ثبت الدين خرجت من المله. يعني اكيد خرجتها من ملتها يا ابن الحلال. بقول لك انا حافظ القران. ايه بيقول انا حافظ القران. طب هو ليه ما بيحاولش؟ طب انت ليه ما بتحاولش ان انت تحفظها قران مثلا بالراحه كده؟ يعني حاول ان انت تاخد بايديها معاك وحاول. طب انا اقول لك على حاجه تانية. يمكن الست دي عندها حاله عصبيه تحاول تتعالج نفسيا، تتعرض على دكتور سلوك. يعني اعتقد في حلول تانية. اكيد يعني الموضوع احنا شايفينه كوميدي. لا موضوع غلط. في حاجه غلط لما الحرمه توصل للدرجه دي. فين القوامه بتاعته؟ لا وبعدين يعني احنا بنتكلم كمان بقى مش ان احنا بقى في مشاكل ما بيننا. لا ده وصل لمرحله ابعد بكتير من اللي ممكن تسيطر عليه. ما هي في اكيد ضغوط. دي هتطلع بقى تخيل الجيل اللي طالع هيبقى عامل ضغطت عليها قوامه في البيت. هي اللي بتشتغل، هي اللي بتعمل، هو اللي بيسوي. فحاسه في ضغوط ادت بيها لكده. في ضغوط ادت بيها لكده. لازم يتعرف السبب صحيح والوقايه منه. وواضح ان هو مستسلم. صحيح يعني فعلا هو لازم يكون انت تاخد موقف ايجابي اكتر من كده لان ده خط احمر. يعني احنا انت كمان هتطلع جيل، هتطلع نشأة، فهيكون عامل جيل ازاي؟ جيل بيسيب الدين صح؟ مفيش احترام، ولاده مش هيحترموه. مفيش احترام للدين. فمن باب اولى ان مفيش احترام. يعني خلاص بقى، يعني اذا لم تستحي فافعل لا شئت اعتقد. وبعدين يعني ليس بعد الكفر ذنب. اكيد دلوقتي يعني انت دلوقتي وصلتي لمرحله انك بتسيب الدين، يعني انت كده كفرتي. ليس بعد الكفر ذنب. مش هنلاقي حاجه نختم بيها احسن من كده برنامجنا، ان احنا نقول ليس بعد الكفر ذنب. يا جماعه كلنا مليانين عيوب. كل ست فيها عيوب وفيها مميزات، والراجل برضو فيه عيوب وفيه مميزات. الطبيعي ان احنا نحاول نتعامل مع العيوب اكتر من المميزات، او قبل المميزات، علشان الموضوع يكون يعني نحاول نحافظ على كيان الاسره. شكرا للناس اللي كلمتنا النهارده، شكرا لكل ضيوفي. استنونا وحلقه جديده وكلام جديد وستات.com. باي باي.